أسبوع جديد شهد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من اللقاءات والجلسات التي تناولت الموضوعات المحلية والإقليمية بهدف التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية. بدأ الأسبوع بمشاركة الرئيس السيسي في الإدلاء بصوته في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بمدرسة الشهيد مصطفى يسري بمصر الجديدة. أعقب ذلك اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والدكتورة نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أكد الرئيس إيمان الدولة بالدور الكبير الذي تقوم به هذه المشروعات كقاطرة للتنمية، كما وجه الرئيس بتعزيز أنشطة الجهاز كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي. وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول وعدد من المسؤولين، وجه الرئيس بقيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية وتدعيم عدد من القطاعات الصناعية الوطنية وتصدير الفائض. وخلال الأسبوع استقبل السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام الدولة المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية، فيما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعيا لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. الرئيس السيسي استقبل السيناتور الديمقراطي رون وايدن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث حذر الرئيس مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة من مخاطر، مؤكدا أن التسوية السياسية للأزمات يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت في التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وأدان الرئيس السيسي بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت في سريلانكا، وتوجه بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمصابين. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الإرهاب الأسود يشكل جرحا غائرا في ضمير البشرية ويستخف بالأرواح الإنسانية، داعيا إلى ضرورة العمل الدولي المتكاتف لوضع حد لخطر الإرهاب. وخلال استقباله رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الفريق أول أبو بكر دنبلاب، أكد الرئيس السيسي استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم كافة سبل الدعم للسودان الشقيق لتحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة. ولقاء آخر برئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سوياتا ماياجا، أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال الدورة 64 للجنة التي تستضيفها شرم الشيخ حتى 14 من مايو، مشددا على أن انعقاد الدورة الحالية يعد فرصة سانحة أمام مفوضيها للتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في مصر. الرئيس السيسي أكد خلال استقباله ديمتريس سيالوريس رئيس مجلس النواب القبرصي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وقبرص وحرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، وأشاد السيسي بالتشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس القبرصي لبحث سبل مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين. وخلال لقائه وزراء الشباب والرياضة العرب، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار العمل على تعظيم دور وزارة الشباب والرياضة في توجيه طاقات الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية ودعم القيم الأخلاقية وتنمية روح الولاء للوطن، وأكد كذلك أهمية صياغة خطة عمل طموحة وتدريجية بهدف تفعيل الاستراتيجية العربية لاستثمار طاقات الشباب ومكافحة التطرف الفكري. وخلال الأسبوع تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حيث أكد السيسي اعتزاز مصر بما يجمعها بالعراق من علاقات أخوة تاريخية، مشيدا بالتطور المستمر الذي تشهده أطر التعاون بين الدولتين، ومؤكدا مواصلة دعم مصر للحكومة العراقية والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وخلال ترأسه اجتماع القمة التشاوري حول السودان، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة. اسمحوا لي أن أتوجه في بداية اجتماعنا هذا بتحية تقدير واعتزاز للشعب السوداني الشقيق الذي أثبت بسلوكه المتحضر والسلمي قدرته على التعبير عن إرادته وطموحاته المشروعة في التغيير وسعيه إلى تحول ديمقراطي قائم على سيادة القانون ومبادئ الحرية وإرساء العدالة وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية، بما يعكس الإرث الحضاري والتاريخي للسودان الشقيق. ونؤكد دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما ستوافق عليه في تلك المرحلة المهمة والفارقة في تاريخه. وأكد السيسي أن الحل في السودان سيكون من صنع السودانيين أنفسهم. ونؤكد في هذا السياق أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة في السودان يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي وتوافقي يحقق تطلعات الشعب السوداني في التغيير والتنمية والاستقرار. ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى إبداء التفهم وتقديم الدعم والمساندة للسودان وتهيئة المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي. إنه يتعين على المجتمع الدولي إبداء التفهم وتقديم الدعم والمساندة للمساهمة في تهيئة المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب السوداني، إضافة إلى أهمية دور المجتمع الدولي في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار. لذا يقع على عاتق الدول الشقيقة والصديقة للسودان والأطراف الدولية كافة تقديم الدعم والمساعدات لتمهيد الطريق أمام انطلاق السودان لرسم مستقبل جديد. هو في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان، أكد السيسي تقديره للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي نحو التحول السلمي بما يحقق الرفاهية والاستقرار. لقد أكد الاجتماع بالغ تقدير الدول المشاركة للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني في سعيها السلمي نحو تحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة في تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان. كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الافريقي تلبية للمسؤولية المشتركة تجاه دعم استقرار وحدة ليبيا، ودعم الرئيس إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتمكين قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها في الحفاظ على السلم والاستقرار والقضاء التام على أشكال الإرهاب كافة. إن اجتماعنا اليوم يأتي تلبية لمسؤولياتنا المشتركة تجاه دعم استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة وسلامتها الإقليمية وحمايتها من مخاطر الإرهاب والتدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا على مدار الأعوام الماضية. إن دول الاتحاد الإفريقي هي الأقرب بالجوار والتاريخ والمصير إلى ليبيا، وهي الطرف المعني أكثر من غيره بالاستقرار هناك. وتوحيد مؤسسات الدولة للعمل في هذا البلد وتمكين قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها في الحفاظ على السلم والاستقرار. وأكد السيسي أنه من حق جميع أبناء ليبيا أن يستعيدوا دولتهم ويبدأوا مرحلة جديدة في إعادة بناء وطنهم، داعيا إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الوطنية الليبية من أجل تلبية احتياجات الشعب الليبي. إن من حق جميع أبناء ليبيا أن تطوى صفحة هذه الحقبة المؤلمة وأن يستعيدوا دولتهم ويبدأوا مرحلة إعادة البناء، ولن يتأتى ذلك إلا باستئناف الحل السياسي في أسرع وقت ممكن وتمكين مؤسسات الدولة الليبية وحدها دون غيرها من أداء واجباتها، وبحيث يتاح لهذه المؤسسات تلبية مصالح واحتياجات الشعب الليبي الشقيق وحماية مقدراته.
في غضون ذلك عقد الرئيس السيسي قمة مع نظيره من جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حيث أكد السيسي أهمية صياغة رؤية إفريقية للتعامل مع الأزمات التي تنشب في دول القارة. كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الصومالي محمد عبد الله فرماجو موقف مصر الثابت والداعم لوحدة الصومال وحرصها على دعم استقرار الأوضاع به. هذا واستعرض اللقاء سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية إضافة إلى آخر مستجدات الوضع الداخلي في الصومال. الرئيس السيسي استقبل كذلك نظيره التشادي إدريس ديابي، حيث أكد السيسي اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع الأشقاء في تشاد في مجال بناء القدرات، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصر. قال السيسي إن المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حيث شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي. وفي إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول وقرأ الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء. وفي الكلمة التي وجهها بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحرير سيناء ملحمة وطنية وعلامة فارقة في تاريخ مصر ومنبع لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العز والولاء. أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 37 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية، سيناء الحبيبة، أرض الفيروز ومعبر الأنبياء وبوابة مصر الشرقية سيناء البقعة المقدسة ذات المكانة المتميزة في قلوب جميع المصريين، مكانة صاغتها الجغرافيا وأكدها التاريخ عبر العصور لتصبح همزة الوصل التي أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الإفريقية والوطن العربي. إن يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر سيظل خالدا في وجدان المصريين وصفحة مضيئة في مسيرة الوطن، يوما فاصلا بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة والنصر، ذكرى مجيدة نستعيد معها أحداثا مصيرية في تاريخنا المعاصر وملحمة تعكس قيمة غالية في وعي الأمة وضميرها. وأكد الرئيس أن الدولة تحاصر خطر الإرهاب وترسي أساسا متينا للتنمية الاقتصادية. إن احتفالنا بتحرير سيناء يتعين أن يولد قوة دفع متجددة للعمل والسهر على حماية كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم في حاضر زاهر ومستقبل مشرق ترفرف عاليا في سمائه رايات الحرية والكرامة ويظلله الأمن والأمان ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم. وها نحن اليوم نمضي ببأس لا يحيد على خطى تغيير الواقع المصري إلى حال أفضل، مستلهمين في ذلك روح النصر الخالد ومستعينين بفضل الله. وخلال الأسبوع توجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جين بينغ لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وخلال جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين أشار الرئيس إلى الحرص على المشاركة في قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي أخذا في الاعتبار ما تمثله مبادرة الحزام والطريق من أهمية في ظل أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء. وخلال لقائه مع رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصيني وانج يانغ أكد الرئيس
سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البناء مع جميع دول الجوار وكذلك العالم، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعلى هامش زيارته إلى الصين، التقى الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، حيث أشار السيسي إلى ما تحظى به الإمارات قيادة وشعبا من مكانة خاصة لدى الشعب المصري. كما تناول اللقاء أوجه التعاون بين الدولتين ومجمل التطورات السياسية في المنطقة.